قال بالنسبة لي لا يعني شيئاً، يعني لا معنى له أن يطلب في خلق الإنسان أن يكون الإنسان إيه؟ كامل. الإنسان كامل؟ يعمل في كل شيء وكذا ولا يمرض ولا يهرم وربما حتى لا يموت، وتبقى الأجهزة والأعضاء تفعل بفعالية كاملة إلى آخر لحظة، وتكون عينه أقوى عين في الكون، أو شم عنده أقوى شم، والركب أن أتعرف على أشياء كثيرة في خطة الرب إلا من خلال ضعفي، من خلال معاناتي. أنا بدي أمشي خطوة للأمام معك، لأنه مش فيلسوف، هو عالم إيه؟ جينات، عالم وراثة. أنا أقول لك هكذا كما نفهم أنفسنا، نحن نتحدث الآن كبشر، كعقل بشري، منظومة بشرية، ونعيد مرة ثانية كلمة إيه؟ ما في اللوث، اغفر لنا يا رب، هذا كل ما عندنا. تحدث كما نحن هكذا. أنا أقول لك نحن سنفقد إنسانيتنا، أجمل ما في إنسانيتنا وبشريتنا لو أننا إيه؟ صرنا كاملين، لا نمرض، لا نموت، لا نصاب بأي خلل وظيفي، بأي تراجع وظيفي، بأي كذا، لا نفتقر، لا نضعف، لا نتراجع، لا نجهل، نعلم كل شيء. يعني آلهة مصغرة. أنا أقول لك لن يصبح المعنى الإنسان الذي نفتخر به ويلذ لنا أي معنى. أنا لا أحب هذه الكمالية، أنا كإنسان لا أحبها. جميل أننا نجهل في ظرف وفي حين أننا إيه نحب أن نعرف. الجميل حاب أعرف وعارف حال الجهل، بتتعلم، أدخل في تحدي وأدرس وكذا وأناقش وأتعلم وأحوز إيه فهما جديدا. جميل جدا، انتصار، جميل جدا. أنا أكون ذاك الإنسان الصغير من معيار 1.70 متر في المتوسط في الهيمالايا، 8.5 كيلومتر، وأتسلقها كإنسان، أتسلق وأصل للقمة. جميل جميل، تحدي. جميل جدا أشوف القمر اللي فكرته في يوم من الأيام قطعة من الجبن، جبل تشاير وغير تشاير، وبعدين إيه أصل في القرن 20 1969 إني إيه أحط عليه أول مرة. جميل جدا، لو من أول يوم مخلوق لي إيه أجنحة ملائكية أو ربانية وحطيت عليه وقت ما فيش فيه أي جمال. جميل هذا، جميل إني أمرض وأموت، يموت العزيز علي والحبيب والقريب بالأمراض، وأظل أبحث عن هذه الأمراض حتى أفك شفرتها ثم أقهرها بالدواء وبالعلاج وبالطعم وباللقاح. جميل جدا هذا، والله مش صحيح. اليوم ما في هيضة، ما في حصبة الحين تقريبا، ما في كوليرا تقتل الناس، ما في طاعون بليغ، انتهى كل هذا. وإن شاء الله حينتهي السرطان، والعسى أن يكون قريبا، والإيدز كله، وتأتيك أمراض أخرى وتدخل في هذه الملحمة الإنسانية، هذه الدراما الإنسانية يا إخواني. جميل أنه ينهار البطل، والله مش صحيح، وتحيا القيمة، مظبوط ولا لا؟ يموت البطل ويحيى المعنى بعده. هذا اجمل شيء، وهذا اجمل شيء لما ايه نلاحظ دراما الانسان. الابطال سبحان الله معظم انتصاراتهم في ماذا؟ في مظلوميتهم وموتهم، كموت الحسين، وعند المسيحيين في موت عيسى ومصلوبيه عيسى وغيره وغيره وغيره. اجمل ما فيهم هذا، لانه يموت الانسان الفاني وهو سيموت اليوم او بعد 1000 سنة، لكن بموته تألقت إيه القيمة، تألق المعنى مباشرة وبشكل أبدي تقريبا، تأبدت القيمة. هذا الجمال، هذا تقريبا إيه ما أردت إيه أن أذهب بكلمة فرانسيس كولينز إليه، وهو أبعد مما قال. أنا مش شايف إنه في أي ضرورة نحن نكون إيه نطلب أن نكون كائنات كاملة. مش حنقدر نتعرف حتى عربنا إحنا بالطريقة هذه، صح؟ طبعا مش هيتعرف. وأنت شوف إن بعض أسرار وحكم البلايا والمصائب والهشاشة والضعف البشري أنها إيه تعود بالإنسان إلى الله، تعود بالإنسان إلى إنسانيته. أقبح ما في الإنسان أن يظن أنه كامل بيرفكت وأنه إله. كيف تتحمل الإنسان المستغني؟ هل تستطيع أن تحتمل الإنسان المستغني؟ ما يحتاجش إلى كرامة ولا إلى عطاء ولا إلى مساعدة ولا إلى السبورت أو الدعم المعنوي منك حتى بكلمة مدح ودود. من أنت يعني؟ أن العالم كله عارف مني، أنا حائز الجوائز وحائز الميداليات من أنت؟ ما بدي. هذا الإنسان أقول لكم لا يطاق، لا تطيق زوجته ولا أولاده ولا أقرب الناس. هذا إنسان محقور، هذا إنسان ليس إنسان، مش هذا الإنسان. إنسان جميل في أنه يبكي أحيانا للضعف، للخسارة، للألم، لفداحة المصاب، يبكي. هذا أجمل ما في الحياة، هذه الدموع هي برهان إنسانيته، علامة إنسانيته. لكن برضو أجمل منها أنه يتحامل على جراحه ويكمل إيه المسيرة إيمانا منه بقيمة الحياة وبجدارة الإنسان أن يخط قدره ومصيره ويكمل مسيرته. هذا هو الإنسان الذي نعشقه، هذا أجمل. أنا دائما وذكرت هذا في خطب، والله ولا مرة
طاقة نفسي أن أكون ملكاً، ولا أحب هذا. أشوف نفسي أنا أجل من ملك كإنسان، كإنسان. إيه يعني ملك؟ ملك باختصار بلغة إيه اليوم حاسوبية، هو كائن مبرمج. إلا له مقام معلوم. أنا ما بدي أكون كائن مبرمج، ما بديش. مع أنه هذا كائن مبرمج أيها الإخوة أبداً جن، وأنا صحيح فيش احتمال خسارة عنده، لا نجاته ولا معنى. إيه، وعلى فكرة هو لا يشعر بنجاته، تتمنن عليه وتمنن عليه بقيمة النجاة التي لا يفهمها ولا يدركها ولا يطلبها. تعرف لماذا؟ لأنه لا معنى للنجاة بغير احتمال خطر إيه؟ الخسارة. فهو لا يفهم إيه النجاة إيه يعني؟ من إيش عنده؟ كائن قاعد يسبح ويقدس ليل نهار، ففيه فيش اختبار، لم يدخل اختبار أصلا. هو أنا أجمل، حياتي أجمل، صح ولا؟ أنا بختار الجزء الملائكي فيه بس باختياري وعبر معاناة وانصهار وتمحض بالخير وجهاد نفسي. هذا الجمال في الإنسان يا أخوان، هذا الجمال في الإنسان. أنت حين تسمع بإنسان ابن ملك ويقال عنده 10 مليارات، هذا لا يشوق ولا شيء يعني، إيش المشكلة يعني؟ أبوه ورث إياه. وتسمع بمنحة بيل جيتس، إنسان فقير مع أقساط جامعية، والآن هو إيه؟ من أغنى أغنياء الدنيا، كان في حقه من حقه، هو الأغنى بالعرق والعبقرية والمواصلة والإبداع. هذا الجمال، صح؟ حقق نفسه. هذا بسوى بيل جيتس هذا، وغناه بسوى كل غنى الأغنياء عن وراثة. لا ينال المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. لا جهول جهلة يمناه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. يعني هذا فرق عن هذا. هذا هو الإنسان إزاء الملك. أنت سبحت وقدست عن برمجة من غير اختبار ومن غير معاناة. أنا سبحت وقدست عن جهد وعن تعب وعن معاناة، ولا من صحيح؟ تفضيلاتي مختلفة، أنا عندي تفضيلات، أنت ما عندكش تفضيلات أصلاً. هو الملك لا يفهم حتى مصطلح التفضيلات، أنا أفهم المصطلح هذا كإنسان. الإنسان منحمة كبيرة من البلاهة والغباء أن يقال لو كان الإنسان مصمماً لإله حكيم قدير كذا كذا كان ينبغي أن يكون تصميمه على أحسن ما يكون. لا لا لا، هو مراد أن يكون تصميمه هكذا. وعلى فكرة هذا النقص الذي تراه في بعض الأعضاء والأجهزة مراد أصلاً ابتلاءً وامتحاناً، أو كمسار أيها الإخوة، أنبوب للابتلاء. كيف يحدث انفصال شبكية عن بعض الناس ويعمل في لحظة؟ لأن الشبكية موضوعة بطريقة تسمح بانفصالها. يعني هذا عيب في التصميم، مش عيب، الله يقولك هذا. لكن هذا كم يحدث؟ كم نسبة حدوثه؟ يحدث كابتلاء، كمصيبة، كعبرة، أشياء معينة. حتى الأخطاء ما يسمى بالأخطاء الوراثية، يولد بأصابع زائدة، برأس زائد، بأعضاء زائدة، بأعضاء ناقصة، كل هذا مراد. عارف أنت؟ لو لم يكن هناك أمراض وراثية ولا أخطاء خلقية أنوميا ولا إلى آخره، لما وجد العلماء أنفسهم أصلاً مدفوعين أنه إيه؟ يدخلوا في عمق هذا العالم السحري في الصندوق الأسود كما سماه مايكل بي داروينز بلاك بوكس، عالم الخلية،